وإن شاء الله قريبا بعد هذا اللقاء وعرضنا عليكم مناقشتين من 3 درجات ومن 5 ومن 2 درجتين، أي مناقشتين في المحاضرة التي كنت فيها جاعل المحاضرة هذه شاملة جامعة لما سبق، وسيكون ذلك بأمر الله إن شاء الله. نهجي معكم في أن كل مجموعة من الوحدات نعطي لها محاضرة تجهيزية أو محاضرة توضيحية. والآن أنا قبل أن أفتح الحوار معكم والنقاش وأن أرى مشكلاتكم وأرى سعادتكم من المادة، أنا أعرض لكم سريعا موضوعاتنا أو رؤوس أقلام لموضوعاتنا التي نحن بصددها. فإذ نحن بصدد أول شيء خدناه ومرينا عليه مفاهيم اقتصادية أساسية، وطالما هي اقتصادية وأساسية يبقى أساسي الدكتور عبد المطلب هيش ألفين، مش كده ولا إيه؟ طيب فمررنا على أي شيء جديد أنت بتدرسه أو أنت بتدرسيه لازم تتعرف فيه على العلم نفسه، فتعددت الآراء والكتاب، آراء الكتاب في تعريف أو شبطنا علم الاقتصاد الألف بالمين، ما ينفعش طبعا علم الاقتصاد، تعددت التعاريف حتى قيل أن تعاريف علم الاقتصاد تتعدد بتعدد المتخصصين كثيرة، لكن احنا لملمنا هذه التعريف وقلنا خدنا منها تعريف يسمى التعريف الجامعي الشامل، وده كان تعريفي اللي انا استقريت عليه، وانا ماليش نفس اعمل تعريف زي بدل المتخصصين ولا ايه، لا الحمد لله انا متخصص برضه. فكان تعريفنا هو ذلك العلم الذي يدرس كيفية اتخاذ القرار، how to make the decision، كيف اصنع قرارا، وما السبب من صناعة القرار أو السبب من اتخاذ القرار أو السبب من تهيئة القرار أو السبب من الوقوف على القرار لكي أحقق أقصى إشباعا أو رفاهية لأفراد المجتمع، أفراد المجتمع الذي يتبعون في اتخاذ القرار، فيكون رب الأسرة في مجتمع أسرته، ويكون الشخص على شخص على ذاته في قراراته، وتكون الجوفرنوريت المحافظة على ذاتها في قراراتها، وتكون الصناعة على ذاتها في الصناعة، وهكذا، لأن اقتصاد جزئي في قرارات الاقتصاد بصفة عامة، وتكون قرارات الدولة على ذاتها في الدولة وعلاقاتها بالدول الأخرى، وتكون الأمة قراراتها الاقتصادية للأمة ليحقق أقصى رفاهية لأفراد المجتمع من الحاجات والرغبات أو السلع والخدمات التي هي غير محددة ومتجددة ولا محدودة، يعني لا محدودة، متجددة متعددة، يعني إذا ما لهاش وقوف، يعني اتخاذ القرار ثم يتبدى لنا الجديد فنتخذ قرار ثم يتبدى لنا الجديد فنتخذ قرار، وذلك في ظل الموارد الاقتصادية التي نملكها من رأس مال وأرض وعمل المحدودة وإدارة. يبقى ذلك العلم الذي يدرس كيفية اتخاذ القرار أو صناعة القرار لتحقيق أقصى إشباع من حاجات ورغبات لأفراد المجتمع المدروس، وهذه الحاجات والرغبات معروفة خصائصها في ظل الموارد الاقتصادية المحدودة والنادرة. فهكذا أفضل تعريف، وبعد كده قادنا ذلك إلى أن ننطلق إلى الندرة والاختيار. طالما أنا عندي ندرة في الموارد الاقتصادية، وكلنا عندنا ندرة في الموارد الاقتصادية، كل الشخص عنده ندرة في الدخل بتاعه، والأسرة عندها ندرة في مصادر الموارد الاقتصادية أو المصادر الداخلية بتاعتها، والمحافظة عندها ندرة في الموارد الاقتصادية مهما كانت لديها، والصناعة عندها ندرة في الموارد الاقتصادية، والمملكة عندها ندرة في الموارد الاقتصادية، والعالم عنده الاقتصادي أو التجمع أو الأمة أو الجماعة عندها ندرة في الموارد الاقتصادية. وطالما أن عندي ندرة وضربت مثال قلت أنا عندي مثلا فور اكزامبل، يعني نخلي حدا المثال المرة دي شعبي قوي، سائق هندي وسيارة واحدة وعندي 5 بنات عايزين يروحوا الأعمال بتاعتهم أو الجامعات أو المدارس، وهم في مراحل مختلفة، فعلى رأسهم بنتي في كلية الطب مثلا ورايحة محاضرة في التشريح، ضروري تروح وتشوف هذه المحاضرة، وعندي بعد كده بنت رايحة جامعة الدمام
طبعا المستشفى هناك بعيد عن عشان تروح كليه الطب، وبعدين الثانيه رايحه جايه مع الدمام، ولكن راح تدرس كليه نظريه ولتكن كليه الدراسات التطبيقيه، والثالثه طالبه ثانوي هتعيد تمر على المدرسه، والرابعه طالبه متوسط، والخامسه طالبه في الابتدائي، وكل هؤلاء نبغي او نريد ان نوصلهم في مواعيد محدده. ماذا نفعل؟ سياره واحده و سائق واحد مثلا معنا في المكان، سواء كان الاب او اخ او السائق. اذا هنا نظره في المورد، وتعددت اختيارات استخدام المورد، فيكون صناعه القرار. الله، جميل، فتكون صناعه القرار. او قال له مثلا على سبيل المثال استيقظ مبكرا شوي، وانت يا بنتي معلش الساعة تطلبها تروحي قبل الميعاد بنصف ساعة، تحمل شوي ونبدأ، وانت هتروحي في الميعاد، وانت وبعدين اللي تنزل الاخر، اللي تنزل الاول تركب الاخر. نعيد عملية ترتيب قرار حتى في عملية استخدام الوقت واحنا سايقين. اللي تنزل الاول تركب الاخر، علشان يبقى سهل وما تضيعش وقت. ونرشد السائق، او احنا نكون راشدين في استخدام المواصلات، وهكذا حتى نصل. ولكن رايح يحصل فقد مهما كان. ليه؟ لانه الاختيار اذا قدرت تغطي كله او ما قدرتش تغطي جزئيه، او على الاقل جزئيه هتروح متاخره عن ميعادها. فالاختيار الندره تؤدي به الى الاختيار. الدكتور عبد المطلب وحيد ومثلا ما فيش غيره في المكان، هيدي اقتصاد، هيدي في جامعة الدمام تعليم عن بعد، ولا يروح مثلا جامعة الامير، ولا يروح جامعة في هذا الزمن المحدد ندرة مثلا في المورد. انا عندي اختار يختار، تتبدل لنا حاجة تسمى تكلفة الفرصة البديلة. طالما الموارد الاقتصادية الريسورس اللي هي الارض ورأس المال والعمل، هذه الموارد بالنسبة لي هي فيها محدودية، يتبدل لنا عملية طالما في ندرة، يتبدل لنا عملية تكلفة الفرصة البديلة. طب أنا لو ما رحتش، لو ما اديتش محاضرة هنا هروح فين؟ طب لو أنا اديت المحاضرة هنا فقدت إيه؟ بالزمن ده. فيتبدل عندنا الكفاءة، عندما نستخدم المورد عايزين نستخدم المورد بأعلى درجة تخصيص. الندرة، الاختيار، الكفاءة، سكيرستي، إيشنسي، ايه هي الموارد الاقتصادية، كل الكلام ده احنا ايه مرينا عليه وعملنا له تلخيص جيد. طيب بعد كده قلت مهما كانت المشكلة على مستوى الفرد او على مستوى الجماعات او على مستوى مختلف النظم، الا اني انا في حاجة ماسة الى اني اجيب. والنظم طبعا تعرضنا اليها مختلفة، النظام الرأسمالي او الاقتصاد الحر فري ماركت، والاقتصاد المخطط لاند ماركت او النظام الاشتراكي اللي كانت تقوده الاتحاد السوفيتي، اللي الان تتبناه بعض دول روسيا، الاقتصاد الاسلامي او الاقتصاد اللي يسمونه الغربيون ميكسد ايكونومي، الاقتصاد المختلط الذي يجمع خصائص النظامين المختلفين. واحنا شفنا انظمه وخصائص هذه الانظمه. يجب ايا كانت المشكله ان نجيب على الثلاثه أسئلة هذه حتى لو كانت على مستوى الفرد. ماذا ننتج؟ What is product؟ وكيف ننتج؟ How of product؟ ولمن ننتج؟ For who to product؟ لمن ننتج؟ لكي يتم تحديد معالم في أي نظام من النظم. علشان أجي حل المشكلة لازم أمر بإجابة لهذه الثلاث الأسئلة المختلفة. وزي ما قلت النظم اختلفت، ثم مرينا هذه المشكلة، وزي ما تكلمنا عن المشكلة يتبدل لنا الاختيار وتكلفة الاختيار اللي هي الاوبرتونيتي كوست، والتي تعني استخدام المورد او العنصر اللي معاي. واحنا قلنا موارد الاقتصادية الارض ورأس المال والعمل والادارة او جزئياته مكوناته في احسن استخدام، في احسن بديل ممكن، يمكن هتكون هي الاوبرتونيتي كوست. ثم انتقلنا الى منحنى هام جدا ما نقدرش نغفله، منحنى امكانيات الانتاج. وتعرضنا لهذا المنحنى بالشرح، وضربنا مثال قلنا
طب انا لو عايز انتج كلوزس، وبالمناسبه كانت في السبيلنج كده معلش مستيك، سي او ال تي اتش اي اس مش او اف اي ماشي. وفود، فود طعام وملابس، وقلنا الدولة عايزة السلعتين، يبقى لو وجهت كل الموارد اللي معانا للطعام هتنتج مثلا فور اكزامبل زي ما انت شايفين 200، ولو كله للملابس هتنتج 3000، هنا هتكلم 3000. الخط الواصل ما بين طبعا وصفر من النظير المقابل، الخط الواصل في هذه الايه؟ ما بين هاتين النقطتين يقال على خط منحنى، او المنحنى الواصل ده منحنى الانتاج الممكن، وتحدبه هذا يدل على الاستبدال. والنقطه اي انا اقدر انتج اي نقطه او توليفه على هذا المنحنى، النقطه دي يمكن انتاجها اي نقطه داخل المنحنى، ولكن ضاعت علي فرصه حسن استخدام الموارد للتشير في الكفاءه. والنقطة ايه؟ ابدا مش ممكن انتجها بالموارد الاقتصادية المتاحة الان، لابد من احداث تنمية للموارد اذا اردت ان اصلها. اذا افضل نقطة الان انتج النقطة دي اللي موجودة او اي نقطة على المنحنى، وافضلهم تفضيلا اقتصاديا التي تجعل هذا الخط او الزاوية القائمة تقسمها الى زاوية 45 او خط المستقيم، فتكون هي النقطة المثلى او قريبة النقطة المثلى من هذه التوليفة. فاذا اردت انا ان اصل بي ايه في المنحنى زي ما قلت قبل كده، انمي الموارد الاقتصاديه. وما هي الموارد الاقتصاديه؟ الارض، راس المال، العمل، الاداره، احدث فيها ديفلوب او تنميه او ديفلوبنج. بالتالي مثلا الموارد البشريه، انمي الموارد البشريه بالتعليم والصحه والتدريب ونقل المستويات، واخذ والتربيه، مين امن التربيه الحسنه؟ بدءا من القيم والاخلاق والمعالم، كل هذا يضاف في العمال فينتجون بكفاءه. الارض اذا اردت فاتوسع اما افقيا واما راسيا، اذا كان عندي امكانيه للتوسع الافقي اتوسع افقي، ما عنديش امكانيه للافقي اتوسع راسي، استخرج بترول، ادور، انقب، استفيد من الارض. واحنا عرفنا الارض هي الارض وما وعت على ظهرها وما حملت في بطنها، اي الى سابع اراضين والى السماء الدنيا. هذا هو تعريف الاقتصاد للارض. فبعد كده انتقلنا، طبعا هذا المنحنى مهم جدا، ثم تكلمت انا عن كيف ننمي هذه الموارد كميا او نوعيا، وظللنا ان نتنقل اذا اردنا ان نحدث نموا ثم نحدث نموا ثم نحدث نموا في مواردنا الاقتصاديه، لتنمي ماشيين الى اليمين والى اعلى، الى اليمين والى اعلى بهذا المنحنى، فنحقق اعلى ما يمكن من كفاءه، وفي ظل الايه؟ الاقتصاد، او في ظل الموارد المتاحه معانا. وشبهت لكم المجتمع، ووضحت ان المجتمع في بدايته او في اساسه تكون من قطاعين، قطاع مستهلكين وقطاع منتجين. المستهلكين او الماجوريتي او الببليك سيكتور او الكونسيومر سيكتور او قطاع الشعب او الغالبيه هم الذين يملكون عوائد الانتاج او الفاكتورز او الايكونوميك ريسورس، هم اللي معاهم الارض والعمل وراس المال والاداره، فيعرضوها في سوق الموارد على من لديهم الفكر الاستثماري، والذين نسميهم قطاع الانتاج البروديوسر سيكتورز او الانفستمنت سيكتورز او قطاع البزنس او كان زمان المان بزنس او دلوقتي الومن بزنس او بزنس سيكتور، قطاع الاعمال ورجال الاعمال، قطاع المفكرين، قطاع الانفستمنت سيكتور المستثمر. وهؤلاء قلائل طبعا، ما بيكونوش اصحاب الافكار الانتاجيه والعلميه كثر مثل بقيه الشعب، ولكن ليست لديهم لذاتهم الموارد الاقتصاديه الكافيه لانتاج وتحقيق افكارهم، فيذهبون الى سوق الموارد الاقتصاديه لكي يجلبون الموارد الاقتصاديه المختلفه من راس مال وارض وعمل هنا عند السوق، التي عرضها واداره التي عرضها صاحب راس المال والارض والعمل الا وهم قطاع المستهلكين، فيأخذون منهم الموارد وينفذون فيها الفكر الاستثماري والإنتاجي. في نفس الوقت هيتحسب عليهم تكاليف لازم يردوها يصرفوها في السوق هنا، ألا وهي عوائد عوامل الإنتاج أو عوائد الموارد الاقتصادية التي تحصل عليها قطاع المستهلكين اللي أصبحت بالنسبة لهم إنكم أو دخل. وهم يفكرون ثم ينتجون سلعا وخدمات، ويذهبون بالسلع والخدمات أو يقرونها في مقر سوق الإنتاج. طبعا السوق دلوقتي اختلف، كان زمان تعريفه مكان يجتمع فيه البائع والمشتري، دلوقتي النت مكان يلتقي فيه البائع والمشتري، على الكمبيوتر نبيع ونشتري ونتاجر، ليس محدودا بمكان جغرافي.
فلما يبيعوا الموارد المنتجات بتاعتهم ياخذون ايرادات، طب هيبيعوها لمين؟ هيبيعوها لقطاع الشعب او القطاع المستهلك، يدون السلع والخدمات وياخذوا منه انفاقات المستهلكين في صوره جوع، في صوره شراءات او قوه شرائيه. وجتهم من القوه الشرائيه؟ جتهم من عوامل الانتاج المختلفه. ولا ينفقون كل ما ينفقون، اكيد الجماعه بتوع الاقتصاد الكلي، او هتروحوا انتوا الاقتصاد الكلي وتشوفوا اللي ما انا مفروض ما انفقش كل دخلي، لازم يحصل عندي سيفنج، لانه الانكم او الدخل يساوي الكونسمبشن اند سيفنج او سيف الاستهلاك والادخار. فانا لازم ادخر. طب الجزء الذي ادخرته بعد استهلاكي فاض؟ طبعا هذه مصطلحات الادخار والاستثمار والكلام ده، وهذه الدائره هي دائره مكبره تتدخل معي فيها الحكومه، وتتدخل فيها البنوك، وتتدخل فيها الدوله وسياستها والعلاقات التجاريه الخارجيه والصادرات والواردات، كل هذا في الجي دي بي بتاعت البلد وانتاج وكيفيه التدفق الدائري للانتاج والدخل في الاقتصاد الكلي. هتاخدوها بتوسع، بس هذه ربطه واشاره من عندي في الاقتصاد الكلي لكي نفهم الجزئي، لكي نفهم ان شاء الله في الكلي. ومؤكد فهمتوها وعديتوا عليها، لانه اكيد اخونا زميلنا بتاع الاقتصاد الكلي تقع شوطا لا يستهان به، وهي لا بد ان تكون في بدايات العمل. طيب ثم لما يستقطعوا جزءا في صورة شيب، هم يحطوا كمان يعرضوا هذه الأموال، أو لما ينموا مواردهم الاقتصادية رأس مال وأرض وعمل، فتزداد في واحد نموا فيعوضوها في سوق الموارد، ثم يأخذ المستثمرين أو قطاع الإنتاج هذه الزيادة يستثمرها ويستثمرون بكفاءة فتزداد الانتاجية، وهكذا يحدث نمو اقتصادي. الجروس ريت، معدل نمو اقتصادي في البلد، يغطي على الانفليشن ريت او معدل التضخم، ويحدث زيادة صافية الا وهي النت جروس ريت، اللي بتعود على الشعوب في تحسن مستوى المعيشة بتاعتهم. انا في الجزئية دي مش عايز اكتر من فهم ده، لانه لها في الكل دوامة كبيرة او شرح كبير. بعد كده هذه مجموعة من المفاهيم أنا خدتها وقضيت فيها، ثم دخلت على الطلب والعرض والتوازن والمرونات، ثم تطبيقات على المرونات، ثم تجهيز وتلخيص للموضوعات السابقة كلها، وإن شاء الله يبدأ في أسبوع معاكم في هذا اللقاء تنظيم وترتيب للمحاضرات أيضا. ثم وأسمع لكم وتسمعون لي ونلتقي، كما هي سياسة التدريس التعليم عن بعد، أن يلتقي الأستاذ بطلابه وطالباته إخوانه وأخواته في كل فترة على الخط المباشر أو على الهواء مباشرة كما نقول، لكي يسمع لهم ويسمعون له وتحل المشكلات وتزاد التثبيتات، وندفع ببعض في تشجيعات أشجعكم وتشجعونني إلى أن ننتهي بمطاف مركب واحد، لأننا نركب مركب واحد ينتهي مطافها بالنسبة للكرسي بس الآن، لكن أثرها التعليمي سيظل لأمد طويل بأمر الله، ينتهي مقامها عندما نصل إلى نهاية الفاينل إكزام بالنسبة للاقتصاد المقرر للاقتصاد الجزئي. فأخذنا الطلب والعرض والتوازن وتوازن السوق، وعرفنا الطلب اصطلاحيا ونظريا وقانونيا وإيه معناه، ودققنا في هذه الأمور، وقلنا إيه قانون الطلب، يعني أنه وجود علاقة عكسية بين الكميات المطلوبة وسعر السلعة ذاتها مع ثبات العوامل الأخرى، وبالتالي عكسية، يعني لو زادت الأسعار تقل الكميات المطلوبة، لو نقصت الأسعار تزيد الكميات المطلوبة. ديبندنت فاريبل وإندبندنت فاريبل، وضحت الكلام ده كله جدا في المحاضرات. ثم التقينا كيف يمكن أن يصاغ العلاقة الطلبية في، قلت تصاغ في جدول أو تصاغ في بيانيا برسم أو تصاغ رياضيا باستخدام دالات أو معادلات، ولا توجد طريقة أفضل من الأخرى ولا طريقة أقل درجة أفضلية من الأخرى، إنما كلها طرق للاستخدام. فبالرسم البياني فقط أستطيع أن أعبر اقتصاديا، وبالجدول وبالرياضيات الأسلوب الرياضي والمعادلات والدالات
بالثلاثة مجتمعين أن أستطيع أن أعبر. وطبعا لا نستغني عن الرسومات كما وضحت في المحاضرة التجميعية، أعطيتكم أهمية المحاضرة، أهمية الرسومات البيانية وأهمية المعادلات وأهمية استخدامنا للرياضيات والأمور الهندسية في الاقتصاد. إحنا قلنا أداة، لكن أداة توضيحية وأداة شرعية. وبعد كده هذا مثلا على سبيل المثال بالأسلوب الجدولي، كيف يعبر عن الطلب بالأسلوب الجدولي، وهذا كيف يعبر عنه بالأسلوب البياني أو الرسم البياني. وما هي خصائص منحنى الطلب، وما هي العوامل المحددة للطلب؟ الطلب يتحدد بالسعر ويتحدد بعوامل أخرى زي ما قلت، أمتين، أم لوحديها السعر، وأم العوامل الأخرى زي الدخل وسعر السلع البديلة أو المكمل، أسعار السلع الأخرى وأذواق المستهلكين والأسعار المتوقعة وعدد المستهلكين. وبينا لما يكون التغير ناجم عن السعر فيكون تغير في الكمية المطلوبة، quantity of demand، كميات تغير في الكميات نفسها، سواء تمدد أو انكماش، زيادة أو نقصان. وبينا لما يكون العوامل الأخرى المؤثرة خلاف السعر زي الدخل أو الذوق أو أسعار السلع الأخرى، يكون ذلك بتغيير مستوى الطلب. ذوقها كان تغيير على نفس منحنى الطلب، رايح جاي تمددا وانكمال. فعلى سبيل المثال هو هنا في السابق أريكم أننا لو انتقلنا من إيه إلى إيه على نفس المنحنى دي دي لكان ذلك تمددا، حيث كانت الأسعار 10 فكان المطلوب عندنا 2 وحدة من هذه السلعة. لما نزلت الأسعار انخفضت، أي حصل لها ماينص من 10 إلى 5، حصل لها نقصان ديكريز، زادت الكميات المطلوبة من 2 إلى 12. فالانتقال من النقطة A إلى النقطة E يعد تمدد في منحنى الطلب، extension of demand، تمدد في الكميات المطلوبة نتيجة تأثير الشعر السلعة ذاتها اللي منحناها او رسمها هذا اللي احنا رسمين. ولو حدث من اي الى ايه يكون ذلك بيانيا طبعا، من انتقال من اي الى ايه والى اليمين والى اسفل اتجاه هذه الزيادة. لو حدث من اي الى ايه هذا يقال عليه انكماش، انتباه اوف ديمان، عملية انكماشية، اي تقل الكميات من 12 الى 2 نتيجة الشعر من 5 الى 10. لكن لما يكون التأثير هذا، لما يكون التأثير ناجم عن السعر نفسه، لكن لما يكون التأثير ناجم عن العوامل الأخرى المختلفة زي الدخل وما شابه ذلك وأسعار السلع الأخرى، يؤدي ذلك بالانتقال إلى منحنى الطلب إلى مستوى غير المستوى يمين أو يسار. فلو انتقل إلى اليمين وإلى أعلى لكان ذلك زيادة في الطلب أو زيادة في مستوى الطلب. ولو انتقل من اليسار إلى أسفل، من مكان إلى اليسار وأسفل، لكان ذلك انخفاضا في منحنى الطلب. وشفنا تأثير كل عامل من العوامل كيف يؤثر، كيف يكون مردود الدخل لو زاد، ولو زاد الدخل إيه اللي يحصل للطلب على مستوى الطلب للسلعة. لو كانت السلعة من السلع النورمال العادية يزداد الطلب عليه، لو كانت من السلع الرديئة أو الإمبريال جودز أو الإمبريال جودز يقل الطلب عليه. وبعد كده درسنا هذه العوامل، ثم دخلنا على العرض وهو صورة للطلب زي ما انا بقول، او مرات الطلب او نقطة تفاعل مع الطلب. فزي ما انا كنت بقول كان العرض الطلب هو الرغبة في الحصول على الخدمة والسلعة قبل العرض. ايضا العرض هو الرغبة والاستعداد للمنتج انه ينتج او يعرض ويبيع عند مستويات الاسعار المختلفة مع باقي العوامل ايضا الاخرى ثابتة، إذ أن هناك درجة تطور طردي أو علاقة طردية بين الكميات المعروضة وسعر السلعة. يعني المنتج يفكر يعرض أكثر كل ما زاد سعر السلعة، والعكس صحيح، على عكس المستهلك، المستهلك يفكر يطلب أكثر كل ما نقص سعر السلعة. جميل. وبينا قانون العرض، وقلنا أنا لسه جاي نتكلم عن القانون بتاع العرض وكيف يتم توضيح عن العرض برضو جدوليا وبيانيا ولفظيا. وأدي جدول العرض، ولاحظ انه مع زيادة السعر بيزيد الكمية المعروضة. وانا كنت بجيب اسئلة وبرضو عطيتكم دربتكم على هذه الاسئلة.
انا بجيب جدول وما بقولش هو عرض ولا طلب، واسال ثلاث اربع اسئله متصله، فلو ما عرفتش من الاول ايه القصه، ده عرض ولا طلب ولا ايه المطلوب، تغلط ثلاث اربع اسئله ورا بعضيهم. طيب، وادي منحنى العرض يزيد المعروض بزياده الشعر، اذا العلاقه ايجابيه طرديه، فتبقى الزياده الى اليمين والى اعلى، والتمدد والانكماش الى اليسار والى ايه؟ اسفل. فالانتقال من ايه الى ايه يقال عليه تمدد عرض، اي زياده في الكميات المعروضه من 10 الى 50 نتيجه ارتفاع السعر من 1 الى 5. المنتج عندما كان السعر 1 عرض 10 وحدات، عندما السعر ارتفع ل 5 عرض 50 وحده، يقبل ان يبيع 50 يعرض 50 وحده، فالانتقال من ايه الى ايه يعتبر تمدد عرض. اكستنشن اوف سبلاي، والانتقال من ايه الى ايه يعتبر انكماش عرض، لانه كان بيعرض 50 وحده، لما كان سعر السلعه 5 سعر السلعه نزل، الناس قلت الطلب عليه فنزل السعر الى 1، فهو يعرض 10 وحدات فقط ويقلل عرضه من 50، اي الانتقال من ايه الى ايه كونستراكت اوف سبلاي. واضح. ثم تعرضنا للعوامل المحدده للعرض زي السعر السلعه، وانا شرحت كيف يؤثر، وعوامل اخرى زي اسعار مدخلات الانتاج والتقدم التكنولوجي واسعار السلع البديله او المكمله والاسعار المتوقعه وعدد المنتجين، وهذا كله بيناه وبينا كيف يؤثر التغير في هذه العوامل. وقلنا مثلا سوف يكون نقل تاثير السعر كما ترون على الشكل، ويكون نقل تاثير العوامل الاخرى بهكذا. اذا انتقل المنحنى من اس 0 الى اس 2 الى اليمين والى اسفل بقى هنا يعتبر زياده عرض، والى اليسار والى اعلى يعتبر نقص في العرض. الطلب كان الى اليمين والى اعلى، يعني الاثنين يمين يبقى زياده طلب وزياده عرض، الاثنين يسار يبقى نقص. ماشي، جميل جدا. بعدين دخلنا عن التوازن، كيف يتوازن العرض والطلب؟ لازم يتقابل، وانتم شفتوا المنحنى، فالتقائهم يعني التوازن، هذا منحنى العرض وهذا منحنى الطلب، التقوا في هذه النقطة، هذه النقطة يمكن تسمى نقطة التوازن، أي النقطة التي عندها الكمية المعروضة صار الكمية المطلوبة، الناس بترغب في حجم معين من الكمية، الناس اللي عرضه ترغب في عرضه في نفس الوقت، بنفس السعر. شفت منه لو شدنا خط بالكميه الكميه التوازنيه، يعني كيو اكليبريم اي جنب اكليبريم توازن، فالكميه المعروضه تساوي الكيو اكليبريم دي كيو ديماند وكيو سبلاي. طيب، وهذا هو سعر التوازن اللي يرضى يدفعه المنتج للمستهلك. طب افرض انه العرض زاد، يحصل هنا فائض للمستهلك. افرض انه العرض قل والطلب زاد، يحصل هنا فائض للمنتج. فيحصل خلل في التوازن، ولا بد ان يحدث في الاقتصاد بعد ذلك توازن، لازم يحصل توازن جديد. فابي فائض وابي شورتج والسربلس، هذا فائض، فائض انتاج امام المستهلك، وهذا عجز في عرض المنتج امام طلب المستهلك. جميل جدا. وهذه الحركات اللي يعني سعر التوازن عند 6 والكمية التوازنية 10، فماذا لو زاد العرض وجه هنا؟ العرض لو جه هنا هيبقى فيه فائض لدى المستهلك، المنتج عايز يبيع بالسعر 8. ماشي؟ لأنه هذه النقطة 12 تحقق له أرباح، لكن المستهلك عايز بالسعر 8 فقط الكمية دي. فيحصل فائض سوق أهو. الفرق ما بين 12 الى 8، هذا الفائض يجعل السعر ينزل الى ان يصل الى 2، يصل عند هنا، يصل الى التي يرغب، لا ما يصل ما بين 2 و6، يصل التي يرغب فيه المستهلك يصل هنا. وهذه تكون فوائض، الفوائض دي على فكره فيها حركات تدخلات حكوميه، وجزء يروح للحكومه، جزء يروح مع المنتج، جزء يروح للمستهلك حسب نظام الاستهلاك. ما حبيتش اخوض معاكم فيها كثير علشان ما ارهقكمش، لكن فيها تفصيل جزئي دراسات في النقاط دي.
طيب ماذا لو انه فيرجع الوضع للتوازن ثاني، طب ماذا لو انه الطلب هو اللي زاد وصل ل14 فده يسبب في رفع الاسعار، فالمنتج يزيد المعروض علشان خاطر السعر ارتفع، فتدور الدائره ويرجع للتوازن لانه المطلوب المعروض زاد فقابل كميه من المطلوب الزياده، وهكذا في العرض. واثر التغير في الطلب مع ثبات العرض، واثر التغير في العرض مع ثبات الطلب، واثر التغير في الطلب والعرض مع اثر التغير في التوازن النسبي. اثر التغير في التوازن في حال ان الطلب يتغير والعرض ثابت، يعني لو الطلب اتغير زاد والعرض ثابت وادي وضع التوازن القديم، كان هذا هو العرض وكان هذا هو الطلب عند دي 1 عند هذه النقطة، التوازن كان عند Q1 وكان السعر D1 توازني عند نقطة إكليبريم 1 في التوازن. ماذا لو زاد الطلب؟ والطلب يجيك بطرق زي ما قلنا مختلفة، ممكن بزيادة عدد السكان، ممكن الدعاية والإعلان اللي عملها المنتج تزود الطلب. وتكلمنا عن الدعاية والإعلان وتأثيراتها، الدعاية والإعلان بتأثر على الاثنين، عملها المنتج فبتزود عندك التكاليف فتقلل العرض، وعملها عشان يستهدف بيها يجمع طلب زيادة فيجمع يوفر طلب فقدمها فجاب طلب أكثر فبالتالي زاد الطلب عنده. هنا ينتقل الوضع التوازني من E1 إلى العرض قاعد ثابت زي ما هو مش هنزود، إلى الطلب هو اللي زاد إلى E1، فهذا يكون توازن جديد Q2 أو هذه النقطة Q، فيزداد فيها المعروض والمطلوب، المطلوب والمعروض يزداد فيها وضع التوازن توازن السوق، ويزداد السعر من B1 إلى E1 إلى B2 نتيجة زيادة الطلب وثبات العرض. طيب ماذا لو تغير الطلب مع ثبات العرض؟ شرحناه. ماذا لو زاد العرض وثابت الطلب؟ زاد العرض والطلب ثابت. طيب هذه النقطة التوازنية القديمة، هيزيد العرض يبقى هينزل كده، الطلب ثابت فهيكون التوازن عند E1 E2، فالسوق الوضع التوازني للسوق هيزيد، يعني حجم السوق في التوازن هيزيد ولكن السعر ينخفض. طيب ماذا لو الاثنين تغيروا مع بعض؟ عندي ثلاث حالات، لو اثنين زادوا مع بعض او نقصوا مع بعض، او لو واحد زاد وواحد نقص، كل دي تغيرات في السعر. فلو الاثنين زادوا ولكن زيادة العرض اكبر من زيادة الطلب، الوضع التوازني يزيد والسعر ينخفض. طيب لو الاثنين زادوا ولكن العرض زاد زي الطلب، الوضع التوازني الكمية التوازنية تزيد لكن سعر التوازن يقعد زي ما هو. طيب ماذا لو الطلب زاد اكثر من العرض؟ الطلب زاد اكثر مما يزيد الايه العرض، هنا الوضع التوازني للسوق يكبر ولكن السعر يرتفع. طب ماذا لو كانت التغيرات حادثه في الطلب، يعني بالنقصان في الطلب والعرض؟ طب يعني هما الاثنين بينقصوا مع بعض او بنفس الكميات او بكميات مختلفه بينهم وبين بعض، او لو ماذا لو كان واحد بيزيد وواحد بينقص؟ المشكله تتضح مع على نفس المنهجيه. طيب وهذا هو الشكل الرياضي للطلب والعرض وكيف يلتقوا في صور معادلات. ثم انتقلنا بعد كده الى تطبيقات على المرونات، وعرفنا المرونة وايه هي المرونة وايه التغير في المرونة. ثم بعد كده احنا انتقلنا ايضا الى انواع المرونات، خدنا مرونة الطلب السعرية ومرونة العرض السعرية ومرونة الطلب الداخلية ومرونة الطلب العبورية وتطبيقات على هذه المرونات، وليه المرونات وأنواع المرونات، مرونات طلب مرن وطلب قليل المرونة وطلب عديم المرونة وطلب عالي المرونة وطلب منخفض المرونة، وقسمنا وقلنا الطلب مرونته السعرية لازم تكون بالماينص، ولكن المرونة الداخلية ممكن يختلف سعر إشارتها تحدد نوع السلعة رديئة ولا سيئة، والعبورية اللي هي تغير الكميات المطلوبة على السعر، وكل هذا درسناه وكان طيب جدا. ثم أخذنا تطبيقات الدولة على هذه الأشياء من ضرائب ومن دعم ومردود ذلك، وخذنا تطبيق مباشر على فئة الزراع وعلى الزراعة وممكن يكون على الصناعة،
كل هذه الأشياء، ثم عملت خمس ست خمس أولى محاضرة، أولى الثانية الثالثة رابعة خامسة تابع خامسة وستة، خمسة وستة تابع خمسة وستة، ومراجعة شاملة لهذه المجموعة. هو إن شاء الله بأمر الله يبدأ معنا الستة والسابعة والثامنة والتاسعة، وإحنا ماشيين إلى أجزاء 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 من المحاضرات. في كل أسبوع سوف تنزل محاضرتين، كل محاضرة قرابة الساعة ونص أو الساعة والربع أو الساعة، يعني حسب وقتكم المحدد أن تكون دراستنا ثلاث ساعات. وإن شاء الله بأمر الله يكون كل جروب أو كل وحدات لها تدريب لها مراجعات، وكيف نضع أيدينا عليها وكيف نمتحن فيها وكيف نفهمها. هذا هو تلخيص وتوضيح وتجهيز ولقاء معكم. ويبدو أن صلاة العشاء تقترب، أو الأذان يعني ما أعرف يقترب، عندما يقترب موعد الأذان سوف ينبه علينا إن شاء الله ونأخذ فيها رشد للصلاة. والآن أنا معكم ومستعد وحاضر إلى أن أسمع حواراتكم وأسمع نقاشاتكم، وهذا لقاؤنا الأول، أتمنى من الله أن نخرج منه بفائدة لكم جميعا. فإني على استعداد إلى سماع أي تعليق منكم أو أي نقاط غير واضحة علي بتوضيحها وشرحها، فتفضلوا جميعا. ومع مراعاة أننا نحن جروب نلتقي الآن مع بعض، مجموعات كبيرة جدا طبعا، علينا عندما يتحدث أحدنا الآخرون يستمعون، وعندما نقول تفضل أهلا تفضل، واحد آخر له أن يأخذ السماعة أو يأخذ الميكروفون ويحدثنا، وإن شاء الله نحن نسمع ونرد على أسئلتكم واستفساراتكم. فأنا الآن مستعد لسماع أسئلتكم وتعليقاتكم بأمر الله.